مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، من وجهه نظرك يعني النادي الاهلي محتاج الفتره اللي جايه ايه في التدعيمات من وجهه نظرك؟ وهل في مشكله في حراسه المرمى؟ لا، انت كل ما كان عندك حارس مرمى حراس مرمى زي ايام ثابت وكرامي وشوبير كده كان ما كانش عندك مشكله خالص، كنت بتلعب واحد وماتش وده ماتش وفجاه يعني. بس الكلام ده مش هيبقى موجود دلوقتي. ليه مش هيبقى موجود دلوقتي؟ في عندك الامكانيه، في حارس مرمى، عندك الشناوي لحظه بس، في حارس مرمى ومثلا وليكن الشناوي هيرضى؟ لا بلاش هيرضى يعني ايه؟ مستواه يؤهله انه يلعب طول الماتشات، اهلا بيك. ماشي، فهمت ازاي؟ ماشي. تكلمني عن حارس المرمى اللي جاي، مستوى اول وهيرضى يقعد انا بكلمك على ما بيلعبش وهو مبسوط؟ لا، انا بكلمك مبسوط على حارس مرمى منتخب مصر. ماله؟ محمد الشناوي كويس قوي، وحارس عنده ثبات في المستوى كويس جدا في اغلب المباريات. طبعا. هل هيرضى انه يلعب مباراه ومباراه؟ دي قصة جهاز فني وقصة مسؤول، هو اللي بيحدد القصة دي. يعني أنا النهاردة المدرب قلت الشناوي يلعب الماتش ده ولا، والماتش اللي بعده راح يلعب يا شوبير، هو يقدر حد يقول لي لا ولا حد يتدخل؟ لا، المفروض مفيش حد يقدر يتدخل. أيوه، وخاصة بقى في النادي الأهلي. أيوه، خد بالك يعني. أيوه، هو أي قرار بيحصل داخلي بالنسبة للنادي الأهلي، بس المدرب مش هيجي ضد مصلحته طبعا، مش هيجي ضد مصلحة نفسه. فهو انت لو جالك في باك رايت، ثلاثة باك رايت جامدين والباك الأساسي كويس ماشي كويس قوي، هتعمل ايه؟ هتيجي تقول طب انا النهارده ادي ده شوية وده شوية؟ لا، انا في خلال الماتش لو انت عندك ثلاثة جامدين قوي، ده بيلعب 60 دقيقة وده بيلعب 30 دقيقة، دي انا ماشي، ده بيلعب 70 دقيقة وده بيلعب 20 دقيقة، مفيش مشكلة. انا بتكلم على مركز حراسة المرمى بس لانه حساس شوية في انت بتتكلم على اساس انك هتجيب واحد منتخب مصر مثلا. الله، كمان ما اعرفش مثلا، انت هنا بتديني القصة دي لو معاك اثنين بتوع منتخب مصر، ثابت واكرامي الله يرحمه. الله يرحمه، فاهم ازاي؟ ثابت الله يرحمه واكرامي. كويس، كابتن اكرامي عايش، ربنا يديله الصحة الرحمة وجوزها الاثنين طبعا على الميدو الحي، صح. فالحكايه دي ليها اكسبشن او ليها حاجات ولا نتكلم فيها خالص، ولا هو يطلع يتكلم فيها ولا اي حد. هتلاقي اللي بيقول له السن، واللي هيقول له اصلك انت اليومين دول مش. بعدين انا هقول لك على حاجه، الفتره اللي فاتت انا لازم اؤمن باللي انا بقوله. ايه اللي انا بقوله؟ ايه اللي انا مؤمن بيه؟ ان اللعيبه استهلكت الثلاث سنين اللي فاتوا من ساعة ما جت الكورونا والكورة كلها اتدمرت. ايوه كويس؟ ايوه، وكل حاجة ما بقتش زي ما هي. كل حاجة اتشخبطت، كل حاجة دخلت على بعض. لخبطة. لا بقى في جمهور ولا بقى في وفي ناس بتموت وفي ناس بتعيا، وبقت الثقة راحت بين اللعيب ونفسه. المهم ارجع صحيا وتعافى، وانا لا عايز كورة ولا عايز أي حاجة، بس أنا أبقى سليم من كل الشواهد اللي احنا شفناها في الأيام اللي فاتت دي. في المواسم اللي عدت عليك اصلا انت لازم تعترف ان هي ورا كل اللي احنا فيه ده، بس مش احنا بس، ده في العالم كله الحقيقه. بس العالم كله عنده اداره لنفسه ان هو يقدر يدير، لان السيستم عنده سيستم جيد جدا. ايوه، وهبتدي النهارده واخلص بعد 31 يوم، هبتدي النهارده واخلص في الشهر كذا، هقف للماتشات الاوروبيه كل ثلاث ماتشات عندي ماتش في الحته الفلان، مفيش ماتش بيتاجل الا لو نزل التلج بقى خالص وما بقوش شايفين بعض. ايوه، انما غير كده كله بيتلعب وكله. فلازم اؤمن انا بنفسي انا سبب المشاكل اللي انا فيها دي واصابات اللعيبه. لو انا قلت غير كده يبقى انا كل اللي قلته في الوقت اللي فات ده ما ينفعش. انت بتتكلم على تدعيمات؟ انت عندك لعيبه كبرت في السن، اللعيب بقى يقدر يديك ماتش واثنين، انما لازم يحصل عمليه تدوير، يبقى معاك واحد تاني تدي له ماتش واثنين وهو نفس المستوى، ولكن لا يقل كفاءه عنه. مظبوط، ولكن الجهاز الفني يعمل لك خطه تلعب بيها في الملعب قدام الناس تقدر تروح بيها للجول. انا مش هثبتها ليها 3 4 3 دي هي الاساس بتاعتي، وانا ما بروحش على الجول خالص. لازم كيفيه اللعيبه اللي انت بتتعامل معاها كابتن ايمن تقدر توظفني ازاي. انا امتى العب وينج رايت وامتى العب وينج ليفت وامتى العب هاف رايت وامتى العب هاف ليفت؟ يعني
كل لعيب يتحط في البوزيشن بتاعه الصح. حصه التمرين دي جامع، اخرج من هنا وجبه دسمه جدا، انا اطلع اروح انام فيها، ما ليش قعدات على قهاوي بقى والحياه مستمره وانا بروفيشنال ومعايا فلوس. لا، كل ده انت محتاج كل حاجه تتظبط بقى خلاص، داخليا وخارجيا، جوه الملعب بره الملعب. الحكايه دي كل الناس عارفاها على فكره، انا بقول بس ساعات بيجي التنويه مطلوب، زي ما احنا بنروح كده كلعيبه كبار كانوا يقول لنا واحنا الحكايه عندنا ناقصه شويه ولا حاجه، فبتيجي لعيبه كبيره كانت بتيجي تقعد معانا تكلمنا واحد اتنين تلاته ما اعرفش ايه، او بيفكرك بيذكرك. كل لعيب رقيب على نفسه يا كابتن. ما كل دلوقتي الحكايه اختلفت، كل دلوقتي واحد رقيب على نفسه كويس. ما تزعلش بقى لما احنا نتكلم دلوقتي انت فين في الملعب يعني. صحيح. طيب كابتن علاء برضه خليني برضه في مركز حراسه المرمى. وانا لو جبت حارس مرمى انا مش هجيب حلو، مش هجيب. طيب لما علي لطفي خد ومصطفى شوبير ظهروا بصوره كويسه. كويس قوي. المشكله ان انت علشان يبقى انت عندك موهبه، بس عشان تثقل الموهبه ديت لازم تتواجد في الملعب، لازم تلعب. مش هتبقى بعيد وبعدين كل مثلا 20 ماتش تلعب. مين موهبه؟ او كل 15 ماتش وتلعب. الموهبه اللي موجوده بتكلم على معاك. بتكلم على حراسه المرمى. انا بقول لك اهو، هل الراجل مش عارف ليه انا عندي شك ان الكره دي بينالتي؟ لا خالص، بس هنشوف مع كابتن نصر عباس. ما لمسوش. هنشوفها مع كابتن نصر. ما لمسوش. طب خلينا في مركز حراسه المرمى. ما عليك. ماشي، انت عندك دلوقتي حارس مرمى وحارس مرمى اخر كويس اثبتوا كفاءه. كويس. كويس؟ حلو. حارس المرمى واللعيب بصفه عامه يعني طالما بعيد عن الملعب اكيد مستواه هيتاثر حتى لو هو كويس. كويس. اكيد مستواه هيقل حتى لو هو كويس. لما تيجي تحتاجه بعد كده ممكن يبقى مهزوز بعض الشيء وممكن يمشي كويس، بس انت بتلعبه مثلا، هو لو انا بتكلم على مركز حارس المرمى بالذات، هتلعبه ايه؟ هتلعبه مثلا ماتشين كل 10 كل 10 ماتشات؟ طب ما ده برضه هيأثر على مستواه. طب ما هي نفس النظام، حتى لو جبت حارس مرمى من بره ما برضه هيبقى نفس المشكله. هو لو جه من بره هيجي يقعد. طب ما علي لطفي ده جاي لنا من بره جول كويس قوي وكان بيلعب وحارس مرمى متميز، ولكن هو جه قعد، فبالتالي القعده دي اثرت على مستواه. ايوه، انت جايب علي لطفي عشان انت عندك الحارس الاول في مصر. صح، وكويس جدا ومستواه هايل، بس انا بجيب حارس، انت كنادي كبير ما ينفعش اجيب الحارس التاني بتاعك مستواه نص ونص. ايوه، لانك انت معرض في اي وقت. ماشي صح، الحارس الاساسي بتاعك يصاب، عشان لما يحصل اي ظرف اللي هيلعب ده انا خلاص واثق فيه ان هو كويس. ما خصوصا بص يا ايمن، كل المراكز في الملعب لوحدها. ما انا بتكلم عشان ده مركز حساس جدا. كويس، وانا معاك انه محتاج يلعب وكل حاجه، بس انت في عندك واحد اساسي مظبوط ومحافظ على مستواه. ليه؟ عشان انت جايب فيه كمان واحد قوي، هو عارف ان هو لو مستواه قل شويه هيقعد. انت فاهمني؟ هيقعد. أي. عشان كده هو كده صح. مفيش حاجه في كره القدم انت بتاخد منها حاجه كويسه غير تحت بند منافسه. صح، طول ما في منافسه انت مستفيد. انما لو حسيت مثلا ان بلال هو الاساسي مفيش حد وراه، هيلعب مباراه والثانيه ممكن الثالثه كاس مفيش حد ورايا. واحنا بس خلينا واضحين بقى، بنتكلم عقليه اللعيب المصري مش الاوروبي او يعني المحترف محترف يعني، لازم تحسسه دايما ان هو مش نمره واحد. دايما تحسسه في ضغط. صح. في لعيب زي ما كنت بحكي لك بسرعه كده، اما بتقول له كلام كويس بيعلى معاك، بس الغالبيه لا، الغالبيه لازم تحسسه ان هو دايما مضغوط، ان هو دايما انت مش اساسي عندي مش يعني، او حلو وحش هتلعب. لا 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 لا، لو حسسته ده وقع منك. لكن مركز حراسه المرمى لازم يبقى فيه اتنين اخويا جدا وواحد تالت صغير مبشر. كابتن شريف كان بيتكلم بمثل، بس ده كان زمان يعني. مش كل مره هيبقى موجود الثلاثي ده والثنائي ده. انت كان عندك كابتن اكرام وكابتن ثابت البطل الله يرحمه، كنت تحتهم احمد ناجي وبعدين كنت تحتهم احمد شوبير. مظبوط. انت كنت قاعد تتفرج على تمرين بتاع كابتن اكرام وكابتن ثابت. طبعا انا كنت موجود. يعني كابتن حازم كرم صح الله يرحمه، كان هو مدرب الحراس الله يرحمه. عايز اقول لك حاجه،
يعني احنا كنا يعني كان بيفرح لما حد من الاثنين تحصل له صوره حاجه أيوه. لان هو في حيره دايما كل مزبوط. اسبوع هلاعب مين الاثنين في التمرين ايمن في اعلى مستوياته عشان أيوه. كده انت كنت بتلعب واحد ماتش واحد ماتش أيوه. لانك انت ضامن ده زي مستوى ده فما أيوه. ينفعش واحد يلعب على واحد بس دي كانت في الاول العقليه كانت مختلفه شويه بس دايما زي مثلا في اوروبا هقول لك حاجه بسرعه بس انا اسف الاطاله يعني لا لا مفيش مشكله في اوروبا مثلا كان اسامه بيتكلم يقول لك ايه في الكاس دايما الحارس الثاني بيلعب حتى لو أي. وصلت نهائي أي. الحارس الثاني هو اللي بيلعب والحارس الاساسي بيقعد لكن دي تبقى نظام متفق عليه من الاول لكن حراسه المرمى لازم يكون عندك اثنين اخويا جدا ايوه الفروقات بسيطه وواحد ثالث مبشر او بص يا كابتن الكلام ده يعني احنا قلنا كمثال كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرام كويس كان احمد ناجي وشوبير احمد ناجي مشي وراح شوبير ورجع وجي شوبير كان فيها عادل عبد المنعم كابتن عادل عبد المنعم كابتن عادل عبد المنعم راح المصري مشي من بدري مشي من بدري قوي جه بعد كده الكابتن احمد شوبير كانت الفرق كبيره بينه وبين ايهاب جلال ومصطفى كمال بالظبط وجيت ابان صوته فبرده كانت الفروقات كبيره بالظبط محدش لعب منهم غير نادرا يعني عندك عصام الحضري نادر السيد امير عبد الحميد برضه تقريبا نفس الحكايه عصام اللي كان عصام اللي كان بيلعب كان امير لا. كويس ماشي عصام الحضري جوزيه جاب له نادر عشان انا بتكلم عليه ايوه عشان مش انا رقم واحد الفتره دي عصام الحضري كان في قمه تركيزه وقلقه مزبوط. وعمل احسن مواسمه ليه مزبوط. عشان في حارس تاني كبير دولي قوي مستني فرصه هو ده ايما انا بقول عليه دي عقليه المدير الفني اللي يقدر يعمل منافسه في الاخر فريق هو المستفاد لكن طول ما عصام الحضري كان رقم واحد وعارف ان فرقات كبير قوي بينه وبين اي حارس مرمى لا كان هينام انما جوزيه بتفكيره وحاسه كده واسامه اكيد اشتغل معاه عرف ازاي يطلع الخوف والقلق والامكانيات عند عصام الحضري عشان كده عصام كان في اقوى مستوياته عشان هو عارف ان هو لو قعد نادر السيد موجود وهيلعب وحافظ على مستوى ده عدد سنوات كمان طبعا ما هو بص يا ايمن طول ما انت تحت ضغط وخايف على اسمك ومستواك خصوصا في الانديه الكبيره ومفيش اكبر من النادي الاهلي انت في امتياز بس هي كلها هرجع اقولها لك في الاخر كده كلها العقليه بس طيب كابتن اسامه عندك تعليق قبل ما نروح نشوف بعض الحالات ولا انت بتتكلم على المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها أي. انا شايف في معظم المراكز الاهلي محتاج لعيبه ولكن نوعية معينة أيوة. تاني بتكلم على كفاءة مش بتكلم على عدد بتكلم على كفاءة وبالذات وانا طبعا موضوع اللي هي المنافسة بين اللعيبة دي موجودة طول عمرها في النادي الاهلي النادي الاهلي صحيح ممكن يكمل بالحراسة كده ولكن برضو لو جه حارس كبير ودولي ينافس وحد يطلع إعارة سنة ولا سنتين وياخد احتكاك ويرجع برضو دي سواء علي أو سواء مصطفى ويجي حد كبير تاني لأن هم أثبتوا فعلا زي ما أنت قلت الفترة اللي فاتت هم حراس جيدين ولكن ممكن لو حد فيهم لعب وبيلعب بصفة مستمرة هيعلى مزبوط. لكن يجي حد عنده دوافع جديدة أن ممكن يركب يبقى رمر واحد وينافس مع الشناوي دي واحد الحاجة التانية معظم مراكز الفريق محتاجة باستثناء أكتر مركز اللي هو ما عندكش قلق فيه اللي هو الوسط المدافع أي. لأن في حمدي فتحي السولية ديانج. وكمان أكرم توفيق ربنا يشفيه ويرجع يعني بيقدر يلعبه معظم بقى المراكز أنت محتاج فيها تدعيمات وبالذات يعني أنت لو ما عملتش تدعيمات بالذات التلت الأخير أنت عايز أجنحة ورأس حربة وراس حربه دي ما فيهاش كلام يعني اجنحه جناحين وراس حربه دي ما فيهاش كلام واحد تحت راس الحربه عشان يبقى ينافس مع قفشه دي المراكز اللي هي الشكل اللي هو الاهلي بيهاجم منه وبيعمل خطوره ولان الاهلي تملي في موضع هجومي لكن تنظيم الدفاعي من الجايز بناس اقل شويه تعرف تعمله فانت محتاج برضه في الدفاع ولكن انا بقول لك في التلت الاخير طبعا النادي الاهلي واضح ان محتاج لاعبين بنوعيه معينه مش عدد وخلاص مش عدد و بس محتاج سريعا قبل ما نروح للحالات الخاصه دي محتاج راس حربه بمواصفات خاصه الاهلي عشان هو كان مواصفات خاصه النادي الاهلي راس حربة النادي الاهلي محتاج رقم مهاجم رقم 9 محتاج مهاجم رقم 9 معنى يعني كلمه انت
تسعة بمعنى تسعة تسعة يعني سكورر تمام محطة جيدة بيعرف يتحرك لعيب ذكي بيعرف يلعب مع زمايله لعيب حافظ الحتة دي بشكل كبير جدا جدا تمام محتاج لعيب دولي كبير محترم أنا ما شفتش يعني في ناشئين الأهلي حد بروميسنج إن هو ممكن يلعب أساسي في النادي الأهلي الحقيقة يعني حتى ما اللعيبة اللي طلعت يعني في مركز رأس الحق الحقيقة يعني ما شفتش حد ممكن يخلق له مكانه جوه النادي ودي مشكلة كبيرة النادي الأهلي طول عمره بيخرج رأسات حربة بشكل متميز كبير على كل بص خد بالك يعني على مدار جميع الأجيال الصعيدة يعني أزمنة كبيرة جدا 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 كنا دايما فلان وفلان وكلهم لعيبة منتخبات كلهم مزبوط. الفترة اللي فاتت محتاجين حد يهتم بالحتة دي يعني محتاجين قطاع الناشئين في النادي الأهلي يركز على الحتة دي بشكل كبير ليه يا كابتن رأس الحربة بالذات أنا هاخد مرتك دقيقتين عارف أنت لا تفضل ليه الحتة دي رأس الحربة في الوقت الحالي بقى بوزيشن صعب جدا 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 لانه له مهام مختلفه عن زمان كنا بنلعب اتنين فراوده فالدنيا حلو تمام تلعب 4-4-2 او 3-5-2 بتلعب اتنين فراوده تحتهم بلاي ميكر تعتمد على الاطراف اتنين بيتحركوا للسويتش الموضوع كان لطيف النهارده زمان بنلعب 4-3-3 و4-3-3 واحنا برضو لعبنا مع 4-3-3 مع مانويل جوزيه 3-4-3 تمام فانت النهارده لا محتاج تشتغل على راس حربه انك تاسس لعيب كويس لا يعني انا بحب اللعيبه الصغيره دي كلهم انا بحبهم اخواتي الصغيرين لكن سيد غريب لا محتاج يشتغل على نفسه كتير قوي عشان يبقى راس حربه النادي الاهلي انا زعلت من التصريح اللي قاله سيد عليه 4 عروض و5 عروض ليس هذا هو التوقيت المناسب بالنسبه لك تتكلم على ابنك في الحته دي لانه عنده لسه فرصه مع النادي الاهلي انه يثبت نفسه في الحته دي لكن بعد العروض دي لا يعني بس راس الحربه اصبح في مصر عمله نادره جدا في العالم كله على فكره مش في مصر بس في العالم كله راس الحربه وطول السنين لان الهداف عمله نادره جدا 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 في مصر هنا للاسف عارف ليه يا كابتن برضو من ضمن الحاجات ان اعتمادات الانديه على الافارقه بقت مهوله غير عاديه انت رقم واحد بالنسبه لك فين اللي بتدور عندك 5 عايز تجيب منهم 3 راسات حربه واتنين بيلعبوا بلاي ميكرز او 2 وينجرز هم ده التدوين انت بتدور على كده فعشان كده كمان حتى الانديه الثانيه ما بتخرجش يعني ما ممكن مثلا يبقى زمان يبقى غزل المحله فيه لعيب المنصوره فيها لعيب الاتحاد فيه لعيب كل الفرقه تلاقي فيه لعيبه مميزه في الحته دي مزبوط. النهارده لا بالعكس ده الانديه الثانيه ما فيهاش ها كروم كروم في كروم كان كروم كروم كان احمد الشاذلي كان هداف الدوري في كروم لا احمد ساري واحمد الشاذلي ثانيه واحده كان عمله نادره ده عالمي ده كان عمله نادره لو سمحت ده بيلعب بدماغه احسن من انا بلعب بايدي الله يخليك فعايز اقول لك الانديه الثانيه كمان كانت بتعتمد على الافارقه ايوه وده شيء محبط جدا على فكره كمان جدا 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 انت مصر لما تيجي تعد النهارده مصر فيها كام راس حرب مصر بشكل عام مش النادي الاهلي مصر بشكل عام فيها كام راس حرب مش هتطلع 3-4 ما فيهاش لعيب هتطلع 3-4 بقول لك ما فيهاش لعيب بقول لك في جميع الفرق مش هتطلع بقول لك ما فيهاش لعيب ايوه بقول لي ما فيهاش 3-4 بقول لك ما فيهاش لعيب راس حربه ما فيش راس حربه في مصر تمام تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا تقول ده لعيب اساسي هيكسبني الماتشات او ده النموذج لراس الحربه عارف يعني ايه نموذج يا كابتن يعني بيتحرك كويس جوه ال 18 بيتحرك كويس بره ال 18 لعيب محطه كويسه لعيب بيتحرك بشكل جيد بيعرف يجيب اجوال عنده مهارات عنده حاجات كتير فالامر صعب جدا جدا يا كابتن ايمن يعني المحتاجين تحت نعتني اكتر من كده عشان نخرج لعيبه للنادي الاهلي صحيح اتفضل يا كابتن دي